وطن منحازون للحقيقة. Suffocating tentacles over the wall of the world. The wall of the world. تحدثت في هذا اللقاء حول التضامن بين دول الشمال والجنوب من العالم، وخاصة فيما يتعلق في القضية الفلسطينية. نقوم في مؤسسة فرانس فانون بكتابة التقارير حول القضية الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق بالأسرى من الناحية القانونية. نحن أيضاً جزء من حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS، ونعمل على إصدار المواقف حول القضية الفلسطينية، لا سيما أن المجتمع الدولي يتعامل معها ككارثة، فلا بد من التصدي لهذه الرواية ووضعها في سياقها الصحيح، حيث لا يتم تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية، كما أننا نعمل مع الحركات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير دعم أكبر للقضية الفلسطينية لمواجهة أي دعوات للتعامل معها من منطق الإرهاب. By the ideology of the media and of the power, of certain power, saying Palestinians are terrorists. يمكن جزء من عرض الهيميريل ميريل فانون اليوم كان علاقة بكيف أشكال السيطرة والهيمنة على الشعوب بحالة الشعب الفلسطيني وبحالة الأفارقة اللي صاروا موجودين في الغرب في أمريكا وأوروبا، وهي مهمة كيف فكر كمان إنه هدول كيف تم دائما إخضاعهم بشكل مستمر من قبل الدول اللي كانت عملية استعمارية. وبساعدنا نفكر انه احنا كمان معركتنا مع الاستعمار متعدد اكثر من مستوى، جزء من المستوى مباشر هو في عنف مباشر للاحتلال، بس كمان جزء منها غير مباشر علاقه بالشيء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. ممكن هون مساهمه فرانس فانون الفكريه والايديولوجيه بانه احيانا الاستعمار بيطلع بس بضل مسيطر على المستعمرين. هو ضمن الفعاليات المؤتمر الحكايه الاجتماعي الدولي المنظم بينه وبين العمل الزراعي، وهدف كمان نستفيد من كل الضيوف اللي هم طبعا ناس قادوا حركات اجتماعيه، ناس هم ساهموا في النضال لشعوب العالم الثالث، كمان اللي نحاول نبني هذا النوع من تبادل المعرفه وكمان نستفيد من خبرات هذول الناس. وطن منحازون للحقيقه.